هسيب تامر ونروح لمحافظة مصرية أخرى وهي محافظة أسيوط. محمود التمامي مراسلنا موجود في أسيوط، يا ترى العملية الانتخابية محمود ماشية ازاي عندك في، نقول ايه، في الصعيد بقى؟ مساء الخير. مساء الخير أستاذ معتز. يعني بالفعل ما يقرب من 40 دقيقة وينتهي التصويت للانتخابات الرئاسية 2018 في يومه الأول. يعني كما ذكرت لا وجود بالتأكيد للمد القانوني إلى ما بعد الساعة 9. يعني سننتظر معا وننقل لك على الهواء مباشرة عملية تشميع الصناديق الانتخابية لاستكمال العملية الانتخابية غدا وبعد غد. يعني بشكل عام أستاذ معتز اليوم النهاردة كان مليء بالأحداث يمكن هنا في محافظة أسيوط. يعني هناك يعني نقدر نقول عرس ديمقراطي بمعنى الكلمة، ولكن يعني خليني أقول لك قبل ما أذكر لك بعض الأحداث اللي دارت على مدار اليوم إن محافظة أسيوط بها 599 لجنة فرعية، كذلك 497 مركز انتخابي و15 لجنة عامة، وبيقوم بالإشراف على العملية الانتخابية هنا في محافظة أسيوط 750 قاضي مقسمين بالطبع على 11 مركز انتخابي. عدد من لهم حق التصويت بمحافظة أسيوط 2,563,000 ناخب وناخبة. يعني من وقت الى اخر يعني كنا نتحدث مع السيد ياسر الدسوقي محافظ اسيوط، يعني يطلعنا على سير العمليه الانتخابيه بالمحافظه، واكد ان العمليه الانتخابيه تسير يعني على طوال اليوم بشكل طبيعي. كذلك السيد جمال شكر، اللواء السيد جمال شكر مدير الامن، يعني اكد لنا انه دفع بما يزيد عن 2000 ضابط وشرطي لتامين العمليه الانتخابيه بالتأكيد مع يعني التعاون مع قوات الجيش. يعني رأيت قوات الجيش تقف وتؤمن خارج اللجان، وقوات الشرطة تقف داخل اللجان بالتأكيد، يعني داخل حرم اللجنة، يعني اللجنة من الخارج، ولكن لا يعني لا ليس من حقهم الدخول داخل اللجنة نفسها. بشكل عام يعني نحن الآن بلجنة رقم 2 بمدرسة إسماعيل الأباني. اللجنة التي أقف بها الآن مقيد بكشوف الناخبين بها 6309 ناخب. يعني بناء على تصريحات السيد المستشار محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة التي أقف بها الآن أن نسبة التصويت تجاوزت حوالي 800 صوت في اليوم الأول. بشكل عام يعني السيد المستشار عاطف عباس رئيس اللجنة العليا اللجنة العامة بأسيوط أكد أن نسبة الإقبال بمحافظة أسيوط بشكل عام تتراوح ما بين 10 إلى 12% في اليوم الأول. خليني أخذك بقى الجولة أخرى وجانب آخر من اليوم الانتخابي النهاردة. في مجموعة من السيدات وأنا الآن بلجنة السيدات يعني قرروا الوقوف والاحتفال باليوم الأول واقتراب اليوم الأول من الانتهاء خارج حرم اللجنة. خليني أخذ كده لقاءات. أهلا بك على شبكة التلفزيون النهار، احنا مباشر مع الأستاذ معتز الدمرداش. عايز أعرف النهاردة أنتوا نازلين شايفكم ماسكين اعلام ولابسين احمر، اجواء احتفاليه بالتاكيد، كلميني عن دوافعك وفرحتك النهارده بمشاركتك في الانتخابات. احنا بالظبط النهارده يوم فرح بجد، يعني كلنا جمعنا بعضنا جيران واصحاب واصحاب ولادي وكل حاجه وجايين، فعلا يوم فرح احنا بنتمناه دايما من زمان وربنا يوفقه دايما ان شاء الله لخير مصر. يعني بالتاكيد في مشاركات اخرى ايضا، يعني في ايضا يعني اعمار مشاركه شبابيه، يعني اكتر ما تردد الفتره اللي فاتت ان مشاركه الانتخابات هتبقى مشاركه لكبار السن. انت شابه في العشرينيات بالتاكيد، مشاركتك النهارده نزلتي ليه وايه الدوافع اللي نزلتك؟ حسيت يعني ان البلد اتغيرت وان حصل فيها تغيرات، فانا حسيت ان انا عايزه فتره اطول في الحكم ده، فنزلت وانتخبت ويعني وليا دوافع عشان انا عايزه يعني عايزه الموضوع ده يكمل وحاسه ان مصر احسن. يعني قولي لي صحابك اللي بيقولوا ان هم مش هينزلوا يشاركوا، هل حاولتي تفهميهم تقولي لهم شاركوا او حاجه؟ لا طبعا، يعني انا عديت عليهم وهم يعني نزلوا معايا وهم حاسوا ان الموضوع جديد عشان دي اول مره كلنا ننزل نشارك مع بعض واصحاب المدرسه وكل حاجه، فكلنا كنا متحمسين جدا للموضوع ده. تمام، شكرا ليكي. يعني استاذ معتز هذا بشكل عام يعني الاجواء هنا بمحافظه اسيوط يعني كما راينا، ويعني اترك الصوره معك الان لبعض الهتافات التي يرددها الحضور هنا. علينا دولة وقالوا ايه؟ قالوا
مجموعة من الناخبين المصريين في محافظة أسيوط. بشكر طبعا مراسلنا محمود التمامي على التغطية وعلى اللقاءات اللي عملها مع مجموعة الناخبين في إحدى لجان محافظة أسيوط.